توقيع مذكرة تفاهم بين رفقاء الدرب لكوادر بامينا أساس للتفاكر وبامينا بيري لأجل توحيد الرؤى السياسية المستقبلية بينها بغية إنجاح الأهداف السياسية للحركة الوطنية للإنقاذ في جميع أنشطتها السياسية حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي رسمها الرفيق المؤسس للحركة مشير تشاد إدريس دبي إتنو سمحت مناسبة التوقيع لرئيس اللجنة التنظيمية محمد حامد بأن يقدم شكره لكوادر بامنا الذين يعملون لصالح الحزب في جميع الأنشطة السياسية منسق بامنا بيري أبكر هاشم تحدث عن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية بين كوادر بامنا هذا وخلال المناسبة فقد تم تكوين مكتب جديد يضم عشرة أشخاص يترأسهم بول بانوجيم بالإضافة إلى 42 شخصا كمستشارين يعملون لصالح الهزف في أنشطته السياسية النائب الثاني للأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ جان برنير بداري في كلمته بهذه المناسبة أشاد بهذه الخطوة الإيجابية التي قام بها كوادر بامينة لأجل مساندة الحركة الوطنية للإنقاذ في كافه نشاطاتها المستقبليه